السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى يمك. النهاردة هنلعب لعبة سكيري تيتشر الجزء الثاني يا شباب، وطبعا هلعبها الثاني وهنعمل مقلب ثاني للمدرسة الشريرة يا شباب. بس قبل نبتدي تعملوا اشترك ولايك وتفعيل الجرس وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا يلا خلينا نبتدي يا شباب. طبعا هيكون احنا في شابتر 1 اكيد، يعني انا خلصت المرحله البن اتاك. طبعا احنا كنا واقفين عند البن اتاك بس لعبتها يعني وخلصتها. فالنهارده فريزا كان يعني ننقذ القطه يا شباب. اوكي بس يلا بقى هنبتدي يا شباب ونقول بسم الله. طبعا حرام والله، بص المدرسه الشريره حبس القطه الفقيره، القطة الغلبانة يعني. طبعا احنا عايزين نطلع القطة ده يا جماعة. يا لهوي، بص يا جماعة عملت ايه. يا لهوي يا شباب، في المفتاح القطة ننقذها. اوكي ادي المفتاح لازم نجيبه. اوكي يا شباب اوكي نطلع فوق. ايه ده، هي فوق. لا اوكي بس يلا. ايه ده صوت النونو بتاع قطة. اوكي بيقول انقذني. احاول اوكي شباب، يا ريت صوت قريب. لا يا جماعة، يبقى انا اجيب المفتاح الاحمر عشان نفتح بيه. ايوه حلو اوكي تمام تحت. ايوه كده حلو اوكي، عايزين ننقذ القطة يا جماعة. قطة ايه ده، في مفتاح احمر هنا وكل حاجة. استنى بس، هي فين دي القطة؟ صوت عمال تقرب ليه؟ ايه كده اهو، تعالي. ينفع؟ ينفع جوبي؟ حرام. اوكي حرام والله. يد له مفتاح موجود، مفتاح موجود ولا لا؟ لا يا شباب حرام. شفتني يس، مفتاح موجود. يد له كان ممكن تغير مكانها هي. انا عارف ان الخدعه دي ازاي كده حرام، ازاي فوق يا ابو كده تحت. اوكي انا مش شفتهاش اوكي، انا مش شفتهاش ان هي اصلا فوق. اوكي هي كانت طلع فوق. اوكي كنا نفوز بس لا. اوكي هنحاول مرة تانية، ان شاء الله. في الحمام، استنى في الحمام. هي فين بقى؟ هي نزلت تحت هنا. اوه مش حلو، فين المكان اللي كنا قايلين هنا؟ كنا هنا. ايوه من ناحية بسرعة كده. ايوه تعالي، هل خلاص؟ تعالي بسرعة يا جماعة، بسرعة يا شباب. خد، لا الله، لا احبس لا شباب احبس. حطيت، لا انت الرجال. شباب حرام. ايه ده، هو ايه تسمع الصوت علشان كده هي عارفه. اوكي يبقى كده انا فهمت خلاص، انا فهمت يا شباب، هي بتسمع الصوت. اوكي يا شريره سمعت صوت يا جماعه، سمعت صوت. فلما كل شيء بناخد قطة. يا غدارة والله يا عظيم. ايه لازم نهرب يا جماعة بسرعة. يا لهوي، ده انا حبست كون، ده انا كنت حبست. اوكي بس عشان هي صعبة، ممكن عشان هي بتسمع قوي، بتسمع النون ده. اوكي انا مش عارف ايه، يا ريت مش الحمام. اوكي مش الحمام، ايوه كده. نزل تحت يلا نزل تحت. ليه مش فاهم؟ بسرعة.
ايوه كده، ايوه روح روح انا بقى بسرعه تيالك. ايه ده راح فين دي؟ هنا 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 تعالى هنا. اجري ده بس اجري فين يا فين يا عم؟ هاتر هاتر نو لا نو 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 الفها كده بقى. ايوه بتجري بتجري ايه؟ اجري شباب اجري شباب استني لا وي لا وي لا وي تجري وتجري تجري ورايا. لا لا بليز لا بليز لا بليز لا بليز لا شباب لا لا المفتاح شوطة وجعت شوطة وجعت حرام 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 والله حرام. ايه ده فزنا؟ رميت القطة العبط ده والله رميت القطة يا جماعة. لا لا انا مصدق نفسي المرحلة والله صعب المرحلة كان صعب انا قعدت فيها كتير. انا ايه هي بتسمع وبتجري يا لهوي ايه كده نوع الكيكة دي وايه ده اوه عندها عيد ميلاد يا جماعة عيد ميلاد النهاردة يا جماعة عيد ميلاد عندها كي حنفقها نفجحها فايف ووركس يا شباب حلو ايه يا جماعة كي عايزين نجيب فايف كرار لا 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 رح نجيب The firecracker is located in the sheep on left. Okay, حلو. ايه يا حبيبي؟ Left side of house. Okay, okay, يلا نطلع نطلع. ايوه. دي فين انت؟ دي تحت. Is located in shed on left side house. انا مش فاهم. انا مش فاهم بيقول ايه. هو موجود تحت. ياريت ياريت لو موجود تحت بصل كتير. استنى بس هنشوف هيكون فين هيكون فين. ياريت ياريت ياريت. طب ايه موجود هنا؟ ايوه مكتوب مكتوب الاسم الشيت دي. ايوه ماشي حلو حلو. هي فين بقى؟ هي تحت. يا تحت يا عزيز لازم تطلع فوق يعني فين كده؟ راحت المطبخ. ايه سيب تشوفني هنا؟ لا 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 ايوه فوق هي هي فوق. الله جايه لي فوق جايه لي فوق بسرعه بسرعه انت تحت. يلا make it look like ماشي بس اجري 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 يلا اجري اجري اقفل او اوعى يلا اجري اجري بسرعة اجري بسرعة. ايوه كده ايه هي هتحتفل عيد ميلادها اهي. احنا هنشوف المقلب يا جماعة هنشوف المقلب هنشوف المقلب يا جماعة هتحصلها ايه. اوكي بتحتفل عيد ميلادها. اوبو بص حصلها ايه يا شباب. يا لهوي يا جماعه يا لهوي يا لهوي. اوكي ارقص 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 يا معلم ارقص. طب في حاجه فتحتها يا جماعه فهي دي انا مش عارف ايه ده. ايه ده ايه ده مش عارف ايه ده بصراحه. هنرميها حاجات كده كيف فوار. يا ريت يا ريت لو معاه ايه ده ممكن اشتريه اشتري بيت كده لاول حاجه. فين البيت؟ بيت فوق بيت فوق اعمل حاجه كده يا جماعه و... ولا اوه يا شباب يا شباب الله مين الولد مثلا. ايوه ايوه تشتغلي بقى تعملنا اي حاجه وحشه فنعمل لك مقلب بقى
اعمل لك المقلب. كيكة يا لهوي يا لهوي، لساني اضرب اضرب تاني، اضرب اضرب اضرب، ايوه كده يا جماعه اضرب تاني يا شباب تاني. تاني ما تعملنا اي حاجه وحشه بنعمل لك المقلب بقى، عشان عجبتك المقلب اللي كان الاول يعني. ايوه اضربي 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 اضربي، ايوه اضرب اضرب كيك. الله، في حاجه تانية نجيبه؟ اه مينفعش، استنى نجيب ده. ده انا مش فاهم ايه ده، ده راديو استهبلي انتي. ايه الرقصة دي؟ ايه الرقصة دي يا عم؟ ايه ده؟ وات؟ بس كده؟ بس كده يا شباب؟ اوكي وكده يكون الفيديو خلص. اتمنى لو عجبكم دوسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ومع السلامة.